صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. فيديو النهارده هيبقى فيديو الموضه بتاعه 2023 وكمان مشترياتي الجديده. الفيديو بتاع النهارده بجد بجد انا بقالي فتره اصلا بشتري في حاجات عشان خاطر اعمل لكم الفيديو ده، فاتمنى بقى كده ان انتوا تشجعوني بلايكات كتير، ولو بتحبوا نوعيه الفيديوز بتاعه التنسيقات والمشتريات والميك اب واللبس والهدوم والكلام ده كله يا ريت نحط لايك للفيديو ونكتب في التعليقات راينا بعد ما نخلص الفيديو. يلا بينا نبتدي دلوقتي حالا واوريكم كل اشتريته، هعرفكم الاسعار وهعرفكم جبتها منين، هعرفكم كل حاجه، وهقول لكم كمان ازاي نلبس نفس القطعه لو احنا مسافرين او رايحين مصيف، ولو احنا خارجين عادي بالنهار او خارجين بالليل. فالفيديو ده بجد يعني كامل ومتكامل لكل الناس اللي بتحب فيديوهات اللبس. وعايزه اقول لكم ان في اكتر من ستايل، يعني مش مثلا دريسات بس او جيب بس او تي شيرتس بس، هو لكل الستايلات المختلفه، سواء كنت بتلبسي بناطيل او جيب او سكيرتس او بتلبسي دريسز. فيلا بينا نبتدي ونحط بقى لايك للفيديو يا جماعه. عايزين نتم ال 500,000 يا جماعه، خلاص فاضل لنا حوالي 4,000 ونتم النص مليون. عايزين نتم النص مليون، هقعد اقول لكم كده لحد امتى. يلا بينا بقى، يلا تعالوا بقى نبتدي باول حاجه اشتريتها، وهو الدريس القمر ده. طبعا هو طويل لغايه تحت كده، اللون بتاعه بصوا كشميري كده درجه حلوه قوي، وداخل فيه كمان درجات حلوه جدا زي الاخضر او الزيتي، داخل فيه الازرق، داخل فيه الابيض، داخل فيه الاورنج، داخل فيه كل الدرجات. يعني بمعنى اصح تقدري تلبسيه في كل حته واي حته واي مكان. وعايزه اقول لكم كمان ان ده ينفع يتلبس بستايلات كتيره قوي وطالع موضه جدا. اكتر الحاجات اللي طالعه موضه الصيف ده الحاجات البيزك اللي عليها رسومات ونقشه كتير. يعني مثلا دلوقتي الدريس ده عايزه اقول لك ان انت ممكن تلبسي عليه هيلز وتلبسي عليه اكسسوارز كده بقى وبتاع، ويكون شكله حلو قوي للمحجبات واللي مش محجبات كمان. يعني انت لو مش محجبه مش تلبسي تحت توب ولا اي حاجه، لو انت محجبه هتلبسي شميز وكده هيبقى كاجوال. طب لو مش عايزاه يكون كاجوال هتلبسي اندر شيرت عادي جدا وهتنطقي بالاكسسوارز، وبجد هيبقى رسمي وهيبقى معاكي كده حاجه قمر جدا ينفع تخرجي بيها خروجه بالليل. لو عايز تلبسيه بقى بالنهار يفضل ان انت تختاري من الالوان بقى المنوره اللي هي البوب كولرز، مثلا زي الاورنج، زي الازرق، زي البينك نفسه، زي الاخضر. لكن لو عايزه تلبسيه بالليل على حاجه كده شيك ممكن تلبسي طرحه سودا وهيلز سودا وشنطه سودا كده، بجد هيبقى تحفه. تعالى اقول لكم بقى الخطير في الدريس ده، ده الظهر بتاعه وده الوش بتاعه. الدريس ده بكل المميزات اللي فيه كنت جايباه ب 200 جنيه بس، انتوا متخيلين دريس زي ده ب 200 جنيه ينفع يتلبس في مصيف وينفع يتلبس في الخروجات العاديه او في الصيف بالنهار او بالليل. نخش بقى في الحاجه اللي بعد كده، وهو الاوردر اللي انا طلبته من على بيج على الانستجرام. لاول مره ما ندمش ان انا طلبت حاجه من على بيج. بصوا يا جماعه طلبت التيشيرت ده، التيشيرت ده بقى هو ستايلي المفضل، هو طبعا اوفر سايز كده. الحلو فيه بقى الماتيريال، طبعا كل الحاجات اللي بكم الصيف ده تحسوا انها تقيله. بصوا يا جماعه الماتيريال خفيفه ازاي، بجد الماتيريال شايفين السونك بتاعها خفيفه جدا مش بتحرر، في ماتيريال كده بتحرر جدا، لا الماتيريال نفسها ساقعه، القطن الساقع. وبصوا يا جماعه السايز بتاعه حلو جدا، ينفع بقى تلبسيه في الجيم، تلبسيه في البيت، تلبسيه وانت خارجه، تلبسيه بقى على بنطلون كارجو اسود، يا لهوي على التحفه. طبعا انا عايزه اعمل لكم فيديوهات تنسيقات بس مش هيكون في الفيديو ده، هيكون في فيديو تاني عشان خاطر يعني اقدر اعمل لكم اكتر من تنسيق والفيديو ما يطولش. فلو حابين الفيديو ده عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك مش اكتر، لو وصل ل 2000 لايك هتلاقوني منزله لكم فيديو التنسيقات على طول. هلاقي حاجه قمر زي دي وهجيب منها واحد بس؟ لا طبعا، اشتريت اثنين. طبعا ده التاني، انا عايزه اقول لكم ان انا خرجت بيه امبارح فهتلاقوني بقى ايه بشقلبه معاكم دلوقتي. بجد يا جماعه الدرجات بتاعته حلوه قوي، الدرجات بتاعته اصلا مش تقليديه. يعني بصوا جبت ده مثلا بيج في بني، خطير خطير على بنطلون كارجو بيج، انت كده توب التوب، بجد عجبني قوي. والله بجد يعني مش اعلان ولا اي حاجه، لو عايزين تعرفوا البيج ممكن تكلموني على الانستجرام وهبعت لكم اسم البيج. وزي ما قلت لكم ده مش اعلان، انا فعلا اشتريت الحاجه ودفعت فلوس وعجبتني قوي. لو اي بيج بتتفرج على الفيديو ده وعندها نفس الفكره دي او عندها تيشرت من النوع ده بجد تكلمني، عشان انا بعشق اجرب الحاجات دي وبجد بتليق عليا قوي، وبحس ان هي بتخلي الواحد يعني سبورت اكتر. وانا اصلا اغلب نزولاتي ان انا بنزل اتمشى او بنزل اقعد في حتت
ببقى عايزه البس فيها الستايل الاوفر سايز ده، فبجد حلو قوي. عايزاكم تختاروا بقى في الكومنتات اللون البني ولا الازرق. نخش بقى على البيس الرابعه وهي البلاوز القمر دي. طبعا عايزه اقول لكم ان البلاوز دي طالعه ترندي جدا، بس انا بقى يعني شفت اللي طالع منها ترندي قوي، البيج الابيض الاسود، انا حبيت اجيب اللون الازرق ده. بصوا يا جماعه الكم بتاعها خطير جدا، الستايل بتاعها عامه تحفه. عايزه اقول لكم بقى دي لو اتلبست على بنطلون بوي فريند او اي بنطلون شارلستون ابيض او اسود هتطلع تحفه، وعليها شوز بيضه كالعاده. طيب احنا عايزين نلبسها مثلا برضو بشكل كلاسيك اكتر او تكون مناسبات اكتر، ممكن نلبسها على سكيرت واسعه ونلبس عليها بقى هيلز وحزام وطرحه كده اوف وايت او طرحه حتى سودا، والميك اب طبعا بينطق الدنيا دي. بجد لونها خطير، شايفين يا جماعه اصلا مجرد ما انا حطيتها جنب وشي وشي نور اكتر. الدرجات اللي بتليق على كل انواع البشره القمحويه والغامقه والفاتحه وكل الكلام ده الدرجه الزرقاء دي، بجد حبيتها قوي. وحاسه ان هي كمان يعني شكلها بجد مش اللي هو مثلا بتطلع موضه وتختفي، لا هي ينفع تلبسيها في اي وقت. وعايزه اقول لكم برده معلومه ان دي كان سعرها حوالي 150 جنيه بس، انتوا متخيلين؟ وكنت جايباها من روكسي، من الشارع اللي هو بتاع روكسي نفسه بعد كرم الشام اللي فتح جديد، كان في حد هناك معلق ستاند وبجد عجبتني قوي فقلت انا لازم اجيبها. بالنسبه بقى للظهر بتاعها، بصوا الظهر بتاعها شكله كالوش كده وشكلها حلو قوي، تحسه كده يعني انت عروسه وانت تتحركي بيها. انا بجد لما لبستها عماله اعمل بيها كده وكده بجد من كتر ما هي حلوه. ولبستها كمان يا جماعه على بنطلون كلاسيك، كان بنطلون اسود كلاسيك كده، وكنت رايحه يعني حاجه مهمه، فكانت بجد شكلها شيك جدا، وكنت لابساها كمان على هيلز سودا، فبجد كان شكلها اللي هو حاجه في قمه الشياكه. بس اهم حاجه ما في الموضوع ده ان انت لو هتلبسيها مثلا على حاجه كلاسيك هتقفلي الزراير، لكن لو عايزه تلبسيها على حاجه كاجوال بقى وجينز وبتاع كده لا، عايزه تفتحي الزراير وتلبسي تحتها تي شيرت عادي. خش بقى على التوب اللي قلب الانستجرام عندي. التوب يا جماعه ده بصوا بقى، هو مبدئيا قصير خالص كده وفي زي حبل من هنا، الستايل ده بيليق اكتر على البنات اللي مش محجبه، ولكن انا بقى عرفت البسه على ستايلي انا كمحجبه. ازاي بقى؟ لبست عليه جيبه واسعه او لبست عليه بنطلون واسع، البنطلون البليسيه اللي انا كنت بصور لكم في الفيديو بتاع عيد ميلاد مريم، بجد يا جماعه طلع شكله خطير، كانت اول مره البسه. وكمان في الفتحه هنا بتاعت الرقبه شكلها حلو قوي. طبعا انا كمحجبه ممكن البس شميز، ممكن البس القطعه اللي بتاعت الشميز الصغنونه خالص دي، وممكن البس تحته اندر شيرت يكون قط عادي ويكون بس برقبه. بجد كان شكله حلو قوي. وعايزه اقول لكم بقى ان انا مش جايبه ده بس، انا جايبه منه الابيض في اسود، بس هو حاليا في الغسيل، جايبه منه الابيض في اسود والبيبي بلو. وبرده المكان اللي كنت جايبه منه البلوفر القمر ده كان من روكسي عند الاشاره بالظبط، بعد الاشاره كده على ايدكو الشمال عند السينما، في واحد هناك برده كان عارض تي شيرتس كتير قوي فلقيت ده من عنده. وبجد عنده درجات كتير قوي، عنده الابيض في بيبي بلو والابيض في ازرق والابيض في اسود، وكان عنده درجات كتير قوي، وكان في تقريبا ابيض في اخضر او حاجه زي كده. بس انا حبيت البيبي بلو لان انتوا عارفين انا اوضتي كلها بيبي بلو من كتر ما انا بعشق اللون ده. فبصراحه بفكر اروح اجيب الابيض في ازرق اللي هو الازرق الغامق زي الشميزه اللي وريته لكم، وبجد ده هيليق جدا على البنات اللي مش محجبه او على البنات اللي بتلبس سكيرتس بقى وبتحب الحاجات القصيره كده، بجد شكلها خطير. بالنسبه بقى لسعر عشان نسيت اقول لكم، سعره كان 180 جنيه التوب ده، انتوا ممكن تلاقوه اصلا على شي ان اغلى من كده بكتير، فبصراحه تحفه. عايزاكم تقولوا لي رايكم برده في التعليقات، بتحبوا الستايل ده ولا لا؟ تعالوا بقى اوريكم اكتر طرحه طالعه ترندي، هتلاقوني كل حاجتي بجيبها ازرق. بجد يا جماعه الطرحه دي حاجه كده ما بين القطن والكتان، طالعه موضه جدا. بصوا هو الطرف بتاعها بيبقى فيها زي شراشيب صغنونه خالص كده، شايفينها؟ اكيد عرفتوا الماتيريال دي او شفتوها، بجد دي طالعه ترندي جدا. انا جايبه منها البني والازرق والابيض والاوف وايت، في درجه كده معينه اللي هي مش سكري ومش بيج، بس هي درجه في النص، بجد حلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان هي مش بتحتاج مكوى، انتوا بتحسوها متكسره، بصوا بتحسوها متكسره، بس ده الشكل بتاعها، حلوه جدا. تقدري ان انت تتنيها تانيتين او ممكن توديها للترزي او تقصيها عادي في البيت، بجد شكلها حلو وبتنفع على كل حاجه. بس هي بحسها عمليه اكتر مع الجامعه مع الدروس، لو انت بتروحي كورسات لو انت بتخرجي، عامه حلوه قوي 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 وثابته، ومش بتحتاجي اصلا تحطي دبابيس، يعني اصلا
اصلا انا بالنسبه لي مثلا لفه زي دي ببقى محتاجه احط دبوس هنا ودبوس هنا ودبوس هنا دبابيس. دي بقى لا، دي مش بتقف بالشكل ده، بس هي مش بتبقى محتاجه دبابيس خالص وبتفضل ثابته على البندانه بتاعتها. بالنسبه بقى لسعر الطرحه دي، انا كنت جايباها بصراحه كنت جايباها ب 150، وبصراحه اتنصب عليا. انا عارفه ان بنات كتير هتقولي في ارخص من كده، انا لقيت الطرحه دي بتتباع في حتت تانية ب 70 وب 80 جنيه. فعامه يعني ملناش دعوه انا جبتها بكام، زي ما قلت لكم انا ما كنتش اعرف سعرها وكانت عجباني قوي فاشتريتها على طول، بس في اماكن تانية بتبيعها ارخص وهي دي شكلها. الحاجه اللي جبتها بعد كده وهي السكيرت البليسي دي، بجد يا جماعه انتوا عارفين انا قد ايه بعشق الجيب البليسي، بس دي التكسيره بتاعتها مش زي البليسيل اللي هي بتبقى اوفر قوي، لا هي دي بجد شكلها سيمبل قوي وفيها استك كمان. انا لسه محتاجه بصراحه اوديها للترزي عشان يعني بصوا الوسط بتاعها كبير عليا، انا كبطني صغنونه خالص، فبجد حلوه قوي وطويله كمان، تقدري كمان ترفعيها كده وتلبسي عليها توب قصير، بجد هيبقى شكلها حلو قوي وينفع تتلبس بتنسيقات كتيره قوي. متحمسه جدا للفيديو بتاع التنسيقات، بس بعد ما اوديها للترزي هعمل لكم فيديو تنسيقات تحفه. وعايزه اقول لكم كمان حاجه، ان دي كان سعرها 250 جنيه بس، يعني حاجه في قمه الرخص، وكنت جايباها برده من روكسي من نفس الراجل اللي هو قبل بطرس غالي اللي انا قلت لكم عنه، جبت من عنده التوب البيبي بلو. الحاجه بقى اللي هوريها لكم بعد كده هما مش في اللبس، هو في كونسيلر تحفه يا بنات جبته، هو ده بجد الكونسيلر ده خطير، ده من بورجوا سعره 65 جنيه. انا حطيته يعني لحد دلوقتي استخدمته مرتين بس، استخدمته في عيد ميلاد مريم واستخدمته النهارده، انا حطاه دلوقتي اهو، انتوا شايفين الجمال، انتوا شايفين هالات تحت عيني. انا طبعا بصور بالكاميرا العاديه يعني لو في حاجه هتبان. عايزه اقول لكم ان هو بجد خطير، بصوا نفس درجتي الدرجه بتاعته اللي هي الدرجه القمحويه، ممكن اوريكم سواتش كده بسيطه جدا في الحته دي، شايفين نفس درجتي اصلا، يعني هو مجرد ما يدمج هيختفي تماما. انا جنبي مرايه اهو بصوا، انا طبعا الحبوب منوره في وشي، شايفين بقى نفس درجتي ولا لا؟ نفس الدرجه بتاعتي، فبجد حلو قوي، دارالي الهالات ومن غير ما احط كوريكتور، من غير ما استخدم اي حاجه، وهو يعني سعره 65 جنيه يا جماعه. والدرجه بتاعته عشان البنات اللي بتسال درجته 53 اهي. الأخيرة اللي جبتها، جبت ده من اسمه، هو من افونا كريم صنفرة بالفحم. اول مرة بصراحة اشتريه، دايما كنت بجيب من مصادر معروفة، بس المرة دي انا جبت الماسك ده او السكراب ده من هبلة اللي هو في بطرس غالي في روكسي. هو بصراحة كان سعره 20 جنيه فسعره مغري على الكمية دي، فقلت بقى ليه ما نجربش فاشتريته. هو حاليا متغلف، فاستنوا برضو بقى الفترة اللي جاية بإذن الله هنجرب مع بعض كل الحاجات دي هنفتحها سوا وهنعمل ريفيو جامد جدا مع بعض. فبس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، ومستنياكم تكتبوا لي في التعليقات حابين تشوفوا مني ايه الفتره اللي جايه، وانا كده كده بجهز لكم لسلسله فيديوز ممتعه جدا في الاجازه، فعايزاكم تكونوا كده متابعين معايا ومفعلين الجرس على القناه بتاعتي. لو انتم كمان مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب، في ناس كتير قوي بتتابعني بس مش عامله لي سبسكرايب وده بيظهر عندي، فخلوا بالكم بقى يا جماعه بالله عليكم من الموضوع ده عشان خاطر عايزين نتم النص مليون. وبس كده اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.